صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديثنا قياس. شكون ينكر اليوم اللي برشا منا وفي حياتنا يحبوا يخدموا على المظاهر، وبلغتنا العامية نقولوا يلعبوا على التصاور. شكون ينكر انه في مجتمعنا البيبان والعيون تتحل اكثر للي يلبس الغالي، يتعطر بالغالي ويسوق الغالي. سبحان الله، قد ما تكون هازز فلوس على قلبك في مظهرك ولبسك، قد ما تلقى الوجوه اللي تفرح بيك وتضحك لك في وجهك وتقضي لك قضيتك وتسهل لك امورك. تكونشي مولود في ليله القدر وامك لافتك في حرام حرير، واذا لبستك عاديه والا امورك مهلهله والاحوال على قدها، حتى التبسيمه تاخذها من فاضل، وشوف وشوف تلحقش حتى على كلمه تفضل، وكل واحد وساده وكل واحد وش هزت مغرفته. خلينا نتفرجوا على حكاية الليلة ومن بعد نواصلوا حديثنا. السلام. سلمك يا عشمنتي. تفضلوا. باش نقابلوا سيد المدير. عندكم موعدة؟ لا. لحظة كل واحد. تفضل. راجل برا يحبوا يقابلوا مصباح وما يستناو، قالوا حكي اكيد مستعجله. تعرفهم؟ ما نعرفهمش، اما منظرهم عادي. هدي مش فاضي لعبتك ياك، قول مش فاضي. حاضر. المدير ليه هو عنده برشا خدمه ما ينجمش يقابلكم اليوم؟ ما يسالش، نقعدوا نستناو الوقت اللي يفضل ندخلوا. مازال يبدأ. شوفي يا عشمتي، احنا رانا جايين وفي مهمة كبيرة برشا 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 برشا، ما نجموش نرجعوا إلا ما قبلوا. لحظة. تفضل. سي منصف، شدوا صحيح، قالوا لي ماهم ماشيين كان يقابلوك، لو كان يعرفوا يستنوا لليل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تفضل. تفضل عليك كل خير. يا بسم الله. بسم الله. تفضل. ودي الله يرحمه كان يقرا هنا، كان ناجح تبارك الله عليه، ديما الأول. الله يرحمه كان يحب الجامعة هذه ما تتصورش قديش. يعد هاني جيت انا وراجلي اليوم باش نقدموا تبرع للفاكولتي باش نخلدوا اسم ولدنا. ايوا شنو المطلوب؟ المطلوب هو باش نخلدوا اسم ولدنا في الجامعه بتاعكم. كيفاش؟ مثلا نبنيو جناح تابع للجامعه ونسميوه باسم المرحوم. هي بالله بالله هكا مثلا هو مليان معناتها جناح. تعرف انت الجامعه هذه قداش كلفت؟ قداش؟ في عهد الرخص يا مدام. اي في عهد الرخص كلفت بمليار و200 مليون. هكا هو يا عاد مدام، هذه هي التكلفه نتاعو؟ هل نبنيو جامعه ونسميوها باسم ولدنا؟ ايوا جيتها. واش قلت لك من الاول؟ انا قلت لك. أنا اللي قلت لك. ورحمة ولدي أنا اللي قلت لك. يا عمر أنا اللي قلت لك الأول. أي سيدي، المرأة والراجل هذم واللي حقرهم في الأول مدير الجامعة على خاطر هيئتهم ولبستهم، طلعوا دمادم وطلعوا ناس لاباس عليهم وفي عوض جناح واحد
كانوا يحبوا يبنيوه في كلية ولدهم ويسميوه باسمه تخليدا للذكرى متاعه بعد موته، قروا في النهاية انهم يبنيوا جامعة جديدة ويسميوها باسمه. ساعات المظاهر خداعة وتخلينا نعمل أفكار مسبقة على الناس وتطلع في أغلب الأحيان غالطة. الناس في الدنيا هذه ألوان وأجناس، بيض وسود، شوك وورود، فيهم المحب وفيهم الحقود، وفيهم اللي يعطي من غير حساب وفيهم الحسود. أما من يجم الواحد يعرف معدلهم إلا ما يسمع منهم ويعاشرهم، وش يبدأ يبني ويهد في أفكاره عليهم كامل لبستهم وهيئتهم. وقداش من الإنسان في البلاد هذه عنده في مخه وذراعه أما ما لقاش حظه على خاطر هيئته متواضعة وحالته تعبة، خليت المسؤول الفلاني في الكلية هذه ولا الإدارة هاكي ما يعطيهش فرصه باش يبرز ويعطي اللي عنده. الناس جواهر ومش مظاهر، وقداش من زوال يحقه في العلالي، وقداش من راس بصل لا يبل لا يعل، تلقاه في المناصب الكبيرة يامر وينهي على خاطره لاباس عليه وعرف كيفاش يلعب على التصاور ووصل للمنصب المعبي، وهو أفرغ من الفراغ والناس منه تقاسي. وإحنا حديثنا قياس، حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. ليلتكم زينة، صباح الخير.